الإمام محمد بن علي الجواد، ابن الإمام علي الرضا، ابن الإمام موسى الكاظم، ابن الإمام جعفر الصادق، ابن الإمام محمد الباقر، ابن الإمام علي السجاد، ابن الإمام الحسين، سبط رسول الله صلى الله عليه وآله، وابن الإمام علي بن أبي طالب عليهم السلام. ولد الإمام محمد الجواد عليه السلام يوم الجمعة العاشر من شهر رجب الأصب من سنة 95 و100 من الهجرة المباركة. وأما أمه فكانت أم ولد يقال لها سبيكة. الإمام التاسع سيدنا ومولانا أبي جعفر الثاني، أبي جعفر الإمام محمد الجواد صلوات الله وسلامه عليه، جواد الأئمة. ومن ألقابه الجواد والتقي والقانع والمرتضى والمختار والمتوكل والمنتجب والنجيب والمتقي والزكي. الإمام محمد الجواد عليه الصلاة والسلام جاءته الإمامة وهو لا يزال صبيا، إما في التاسعة أو في العاشرة من عمره، عندما استشهد والده الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام في خراسان. لقد بدت على الإمام محمد بن علي الجواد آيات الذكاء الخارق والنبوغ المبكر الذي كان ينبئ عن الرعاية الإلهية التي خص بها هذا الإمام العظيم منذ نعومة أظفاره. كان كجميع الأئمة عليهم السلام أفقه وأعلم وأعبد أهل زمانه وأكثرهم جوداً وكرماً. له الكثير من الفضائل، منها ما جاء على لسان أبيه الإمام الرضا عليه السلام إذ قال بحقه: هذا المولود الذي لم يولد مولود أعظم بركة على شيعتنا منه. عندما كان طفلاً يدرج في المدينة المنورة وجاء المأمون العباسي إلى المدينة، فخرج يوماً مع جلاوزته إلى خارج المدينة إلى أطراف المدينة، وكان الإمام الجواد واقفاً مع صبية من بني هاشم، فلما رأى الصبية المأمون العباسي قد أقبل فروا، ووقف الإمام الجواد ولم يفر معهم، بل وقف بكل جرأة وثقة بنفسه أمام المأمون العباسي، فتعجب المأمون ونزل إليه وقال إليه: لما لم تفر مع الصبية الذين فروا؟ قال: ليس في الطريق ضيق حتى أتنحى عنه، ولم يكن لي ذنب فأخافك منه، وإني لحسن الظن بك. فأعجب المأمون بمنطقه وحكمته وحسن بيانه، فقال: من أنت؟ قال: أنا محمد بن علي الرضا. قال: أنت ابن الرضا حقا، ومن أهل بيت المصطفى صدقا. أمضى عليه السلام على هذه الدنيا الفانية 25 ربيعا، منها 17 ربيعا إماما للمؤمنين. أما شهادته المباركة فكانت يوم السبت في 29 من ذي القعدة سنة 220 للهجرة في عهد المأمون العباسي، ليقوم بمهام غسله وتكفينه ابنه الإمام علي الهادي عليه السلام، وليدفن شهيدا مظلوما في مدينة الكاظمية قرب جده الإمام الكاظم عليه السلام. يا
يا محمد ابن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا نا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك